ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلكم متعودين تاكلوا ورقة لحمة. النهاردة هنقدم لكم ورقة بولتي بشكل جديد وافكار جديدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنعملها هنعمل فتحات في السمكة بالشكل ده، والحشوة 4 عيدان كرفس وليمونة متقطعة شرايح، وعليهم معلقة عصير ليمون وشوية شبت ومعلقتين زيت زيتون، واخر حاجة شوية ملح وفلفل. هنقلبهم على بعض، ودلوقتي هنحشي السمكة. بعد كده هنجيب البايركت ونحط عليه السمكة بورقة الزبدة، ونضيف شوية بروكلي، شوية جزر، وعليهم 2 عيدان زعتر فريش، واخر حاجة رشة زيت زيتون، ونقفل عليهم بالشكل ده. خلصنا السمكية، هنروح نحطها في الفرن على 180 درجة لتلت ساعة، ونجهز بعدها الصوص. في طاسة على النار هنحط معلقة كبيرة زبدة وعليها بصلاية مفرومة، ونضيف عليهم بعصير ليمونتين، وبعدين كوباية كريمة طبخ وشوية شبت، واخر حاجة ملح وفلفل. وبعد ما تطلع السمكة من الفرن هننزل عليها بالصوص اللي عملناه. وكده نكون خلصنا تبع السمك بتاعنا، ولازم تجربوه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.